اتفضل يا علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا علاء. لو سمحت لو سمحت عندي العجله بالتريل كده هو وبس المفتاح مفتوح للعجله ما فيهاش حاجه بس من الرياله بتاعتها بس شويه و يعني هي في العشر الشهر التاسع من الحمل مش عارف اعمل ايه يعني. رحت للدكتور قال لي اداها املاح معدنيه وانا بديها املاح معدنيه وما بتاخرش. هو في ايه علاء؟ انت عندك بقره عشر تسع شهور وبتاكل كويس وما اعرفش ايه المشكله اللي عندك عشان تروح للدكتور؟ ما بتعمل رياله بتعمل رياله في التبن كده. يعني بتعمل بتاكل تبن بتقعد تريل؟ اه. طيب يا علاء وهي عشر تسع شهور؟ تسع شهور. بتدي لها مركزات يا علاء ولا ما بتديلهاش؟ بديها اه بدي لها مركزات كتير. كتيره؟ حوالي 9 كيلو. لا هو هو 5 6 كيلو مش كتير يا علاء على 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 بقره هتولد. انت ماشي 6 كيلو 7 كيلو ماشي كويس قوي ولو عندك سلاج يا علاء اديها سلاج ولو عندك كمان دريس اديها نص كيلو ولا كيلو ما تكترش فيه قوي ادي الكميه. برسيم ايه؟ برسيم قلت لها برسيم. لا اكل برسيم قليل قوي قوي على قد ما تقدر يعني بلاش وهي قبل الولاده تديها برسيم. قال لي خلي البرسيم بعد الولاده. ماشي؟ هتدي سلاج هتدي علف مركز هتدي فيتامينات هتدي املاح معدنيه هتدي خمائر ما تحطش ملح على التركيبه ما تحطش بيكربونات على التركيبه عشان الحيوان بتاعك يلد ويلد بطريقه حلوه وما يجيلوش اللي هي الامراض اللي هي الايضيه. طيب الملح ولا الحاجات دي احطها فين يعني احطها ازاي يعني؟ هو انت بتجيب علف منين بتعمله على ايديك ولا بتجيبه؟ بخلطه بايديا طبعا بتخلطه ذره ورده بس. مش بتعمل ذره ورده وصويا؟ لا ما عنديش ما عندنا نعرفش الصويا اصلا احنا في سوهاج. ما تعرفش الصويا في سوهاج، تعرف الفول البلدي؟ اه عندي. عارف الفول البلدي؟ اه. اه هتدش لها شويه فول بلدي وهتدي شويه ذره وهتدي شويه رده زي ما انت عملت وعليهم سلاج. طب هتدي ذره قد ايه؟ هتدي لها من 3 ل 4 كيلو ذره، هتدي فول بلدي من كيلو لكيلو ونص، هتدي رده من كيلو لكيلو ونص، تخلطهم كلهم مع بعض وتحط عليهم شويه ايه؟ بلاش بيكربونات ولا بلاش ملح، شويه جير بساط 5 جرام او 10 جرام ومعاهم 7 كيلو او 8 كيلو سلاج. تمام؟ شكرا شكرا يا علاء.